اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد عبد الله ابو حبيب وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة على هامش أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين. وتم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات خدمة للمصالح المتبادلة. وتم تبادل وجهات النظر تجاه الاوضاع الاقليميه الراهنه والحرب على قطاع غزه وانعكاساتها على الامن والاستقرار الاقليمي حضر الاجتماع السفير احمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربيه والافريقيه والوفد المرافق للوزير